ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال. أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. رواه أبو داود وابن ماجة، وقال المصنف: روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها هذا الطريق، وقد صححه جماعة. وقال أبو داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. نحن نصليها في كل عام مرة إن شاء الله برمضان، ولو صلاها الإنسان في العمر مرة فصح. هذه صلاة التسابيح، التفصيل واضح جدا. نقرأ الفاتحة وسورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم بالركوع وبعد الركوع وقبل السجود وبعد السجود ومع القعود، إلى أن تكون هذه الصلوات تامة تامة. طبعا نحن في الصلوات هناك هذه التسابيح وتلك الضحى وتلك صلاة الليل، فنحن في الصلوات التي ندبها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، النوافل لا تقبل إلا إذا أديت الفرائض، النوافل لا تقبل إلا إذا أديت الفرائض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. متفق عليه. يعني إذا الإنسان نؤوم ولا يصلي هذا كأن الشيطان بال في أذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، ارقد بالدال، فإن استيقظ فذكر الله تعالى إن حلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الإنسان حينما ينام النوم موت مؤقت، موت مؤقت، فإذا أراد أن ينام يعقد الشيطان على مؤخرة رأسه 3 عقد. العقدة كما فسرها المفسرون أي أنه يهيئه كي لا يستيقظ، يعني كيف أن العقدة يصعب فكها، فإذا آوى إلى فراشه يدعوه إلى متابعة النوم إلى ما بعد شروق الشمس.
حينما يسمع صوت المؤذن أو حينما يفتح عينيه قبل أن تشرق الشمس، إما أن يتابع النوم وإما أن يستيقظ، هنا الصراع. قال: فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. استيقظ، توضأ، صلى، فأصبح نشيطا طيب النفس. يعني الحقيقة موضوع صلاة الفجر في جماعة، الإنسان حينما يستيقظ وحينما يتوضأ وحينما يخرج من البيت ويتجه إلى المسجد أصبح نشيطا طيب النفس، وذكر الله تعالى، وأشرق الله أشرق قلبه بنور الاتصال بالله عز وجل. قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا ينقلنا إلى حقيقة، هو أن في الإنسان جسدا وفي الإنسان نفس. التكليف متوافق مع النفس، متناقض مع الجسد. وكلمة التكليف يعني ذو كلفة، في جهد. فلو أن الإنسان غلب نفسه، غلب رغبته في متابعة النوم واستيقظ، هذه المغالبة أزعجت الجسد لكنها أراحت النفس. فلما الإنسان يستيقظ ويكافح رغبة النوم ويتوضأ ويصلي أصبح طيب النفس، ارتاحت نفسه. لو أنه فعل العكس، تابع النوم، الجسد ارتاح لكنه يستيقظ بعد شروق الشمس خبيث النفس كسلان. فكل التكاليف تريح النفس في النهاية وتتعب الجسم في البداية، تتعب الجسم في البداية وتريح النفس في النهاية. فالتكليف متوافق مع الفطرة، متناقض مع الطبع. ولولا هذا التناقض ما ارتقى الإنسان به ولا دفع ثمن طاعته. يعني لو أنه الله عز وجل جعل صلاة الفجر الساعة 10، كل الناس بفيق 8:30، 9، 9 إلا ربع، 9:30، 10 بيصلي، ما عاد في بذل جهد. جاء التكليف متوافقا مع الطبع، الإنسان عندئذ لا يرقى به. الإنسان لا يرقى إلا حينما يكافح رغبة النوم في صلاة الفجر، يكافح رغبة النوم في صلاة العشاء، يكافح الاندماج مع العمل في صلاة الظهر، يكافح رغبة النوم في صلاة العصر. كل وقت يتناسب مع طبيعة الجسم. إذا صلى العصر كافح رغبة النوم، نوم القيلولة. إذا صلى الظهر كافح رغبة الاندماج في العمل، اندمج ما شعر. إن صلى الفجر في جماعة كافح رغبة النوم، إن صلى العشاء في جماعة كافح رغبة النوم. إذن مرة ثانية: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة. يضرب، العلماء قالوا يعني بيطمئن، عقد اطمئن أنه دعاه إلى نوم مديد، إلى نوم طويل. العقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها. فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم وأصحاب السنن.
يعني الدرجة الأولى للصلاة بعد الصلوات الخمس أن تصلي في الليل والناس نيام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. يعني الإنسان أحيانا إذا كان عمل أعمال صالحة في النهار وقدم شيء ثمين للناس يرغب في أن يستريح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في أعلى درجات البذل والتضحية، يأتي الليل فيصلي الليل حتى تتورم قدمه، يقال له لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصوم إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا في أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة في ساعة استجابة. العلماء قالوا حينما قال سيدنا يوسف سوف أستغفر لكم ربي، الآن استغفر في ساعة الإجابة، في بالليل ساعة إذا وافقها الإنسان وهو يصلي يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، الله جل جلاله يعطيه سؤله. إذن ساعات الإجابة يوم الجمعة في ساعة، وكل ليلة في ساعة، فمن وافقت من وافق قيامه الليل هذه الساعة استجيب له دعوته. من هنا أنا كل ما وجدت أخ يعاني من مشكلة كبيرة جدا وليس لها حل في المدى المنظور أقول له كما قال الله تعالى أو كما أنبأنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه. وهي علاقة طيبة جدا، علاقة روحية بين الزوج وزوجته، يتعاونان على أمر الدنيا كما أنهما يتعاونان على أمر الآخرة. فإن كانت همته أعلى من همتها استيقظ وأيقظها، وإن كانت همتها أعلى من همته استيقظت وأيقظته. هذا هو التعاون، تعاونوا على البر والتقوى، البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. يعني صلاة النهار أمام الناس، دخلت إلى المسجد وصليت وشهد الناس لك بالصلاح وقالوا فلان من رواد المساجد يؤدي الصلوات في المسجد، في صار في لك مكانة دينية جاءت من صلاة النهار. أما واحد فاء بالليل ما أحد علم فيه، حتى أهله لم يعلموا، استيقظ وضع وصلى ورجع نام، هذه صلاة السر.
كيف أن صدقة السر لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، أو بالعكس لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟ فكلما أردت أن تخزي الشيطان إذا اتهمك بالنفاق عليك بصدقة السر وصلاة الليل. هذه الصلاة وتلك الصدقة صلاة وصدقة الإخلاص. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. يعني شرفه مكانته عند الله تتأتى من قيام الليل. من هنا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وعن عمرو بن عتبة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فكن. رواه الترمذي وصححه والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن إياس بن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بد من صلاة ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. رواه الطبراني. يعني ركعتان، هناك من يصلي ركعتين قبل الفجر، هذه قيام الليل. لا بد من صلاة ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. يعني قبل أن تنام لو ركعت ركعتين هي قيام، هي صلاة الليل غير قيام الليل، صلاة الليل. أما إن استيقظت قبل الفجر بربع ساعة وصليت ركعتين فهي من صلاة الليل. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قالت عائشة: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. طبعا الصلاة النافلة لك أن تصليها قاعدا ولا شيء عليك، إنسان تقدمت به السن جسمه متعب، يعني في عنده متاعب، عنده بعض المشكلات، له أن يصلي هذه الصلاة قاعدا. وعن عبيد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو العمل الطيب، وهذا العمل الذي يغبط عليه الإنسان، إنفاق ماله آناء الليل وآناء النهار، وإنفاق وأن يؤتى القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. والحديث الأخير قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين اجتباهم الله عز وجل لولايته. رواه أبو داود. أيها الإخوة، كل هذه الأحاديث تبين أن الإنسان إذا صلى الليل فهي أفضل صلاة على الإطلاق بعد الصلوات الخمس التي فرضها الله علينا، والحمد لله رب